مركز هونغ كونغ مصاب بالشلل التام بفعل عشرات الآلاف من المتظاهرين المطالبين بمزيد من الديمقراطية وانتخابات حرة. الكثيرون شاركوا في المظاهرات في هذا المساء حاملين مظلات تقيهم من المطر. الاسم غير الرسمي للاحتجاجات هو ثورة المظلات. يأمل المتظاهرون في أن لا يهاجموا مجدداً بعد انتهاء المهلة لغاز الفلفل والهروات المطاطية. الشرطة لم تتدخل حالياً، لكن تفاقم العنف نهاية الأسبوع شكل صدمة للمتظاهرين. الوضع تحت السيطرة حتى الآن. الشيء الوحيد الخارج عن السيطرة هو الحكومة التي تسمح باستخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين. رئيس حكومة هونغ كونغ اتخذ موقفا مواليا لموقف بكين المتشدد وطالب بإنهاء الاحتجاجات فورا، مستبعدا أن توافق الحكومة المركزية على مطالب المحتجين. استمرار الاحتجاجات غير الشرعية لن يدفع الحكومة المركزية في بكين لتغيير قراراتها بشأن كيفية إجراء الانتخابات. الأنظار تتجه نحو هونغ كونغ، فرئيس الوزراء البريطاني كاميرون أعرب عن قلقه مما يجري في المستعمرة البريطانية السابقة، معلنا تضامنه مع المتظاهرين. عندما تفهمنا مع الصين على عودة هونغ كونغ لها، تضمن ذلك إقامة مستقبل ديمقراطي لهونغ كونغ داخل النظام السياسي الصيني. يرغب المتظاهرون في مواصلة احتجاجاتهم حتى يوم غد الذي يصادف العيد الوطني، وقد ألغي رسمياً حفل الألعاب النارية.